السلام الله عليكم أعزائي أحبائي المشاهدين، ومرحبا بكم فيديو جديد عبر قناتكم تريدين أند كريبتو عربية. فيديو اليوم سوف نخصصه لاستكمال الدورة الخاصة بنا بدورة سمارت موني كونسيبت، وفهم هيكلة السوق واتجاه السوق وإلى أين يرغب السوق أن يتجه. ولكن قبل أن نبتدي هذا الفيديو، لا تنسوا الشراكة عبر قناتنا. تبارك الله، الحمد لله، وصلنا ل 2660 مشترك. نتمنى أن تساعدونا لكي نصل على الأقل على 10,000 مشترك، لأننا نقدم محتوى جد جد مفيد. سوف تدفعون أموال طائلة للحصول عليه، مثلا بحال دورة سمارت موني كونسيبت، يعني القيمة ديالها تقريبا راك تباع ب 2000 دولار. هنالك من يقدمها في المغرب ويشرحها بمقابل 4,000 درهم. نحن نقدم الدورة مجانية دون أن نقول لكم دورة ب 999 دولار درهم، وغدا سوف تصبح 4,000 درهم دورة مجانية. وهناك دورتان على القناة، فيكفي فقط الدخول إلى بلاي ليست أو الدخول إلى هنا ومتابعة الفيديوهات. فاذهب إلى البلاي ليست، فسوف تجد دورتان: دورة احتراف التداول من الصفر إلى الاحتراف، سوف تكون مكونة من 10 فيديوهات، ودورة سمارت موني كونسيبت سوف تكون هي الأخرى مكونة من 10 فيديوهات. فكما تشاهدون فإن المشاهدات في القناة أصبحت ضعيفة هذه الأيام. كنا نحصل على مشاهدات كبيرة جدا، ولكن مع الأسف لانقطاعنا عن القناة نقصت المشاهدات. ولكن سوف تعود الأمور إلى كما كانت من قبل. كما تشاهدون، فمثلا هذا الفيديو فقد شاهد تقريبا 150 شخص. أتمنى أن تقومون بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم، لأننا نقدم دورة سمارت موني كونسيبت. دورة سمارت موني كونسيبت لكي نوضح لك الأمور، لن تستطيع النجاح بدونها. لن تستطيع النجاح وتجهيز أي تيست بدون أن تكون متميز في فهم سمارت موني كونسيبت. سمارت موني كونسيبت تعني اتجاه السوق. إذا لم تعرف اتجاه السوق، فأغلب الدخلة سوف تدخل، وقد تدخل الدخلة الصحيحة في السوق، ولكن مع الأسف لن تنتظر حتى تحقق ربح كبير. فمع ظهور ربح قليل فقد تخرج فقط ب50 دولار أو 100 دولار، ولكن أنت كان بإمكانك أن تخرج ب2000 دولار أو 3,000 دولار. ولكن لأنك لا تعرف متى تدخل ومتى تخرج، فقد حصلت على الدخلة الصحيحة، ولكن مع الأسف لم تحصل على الخروج الصحيح أو إغلاق الصفقة بشكل مثالي. على بركة الله، أولا قبل كل شيء لا تنسوا الدخول إلى قناتنا في تيليجرام وركن كريبتو. نقوم بلايفات بشكل يومي، كما أننا نقوم بمشاركتكم بعض الصفقات التي نتوقع أن تكون، فتكون صفقات مجانية دون أي تمام. كما لا تنسوا الاشتراك عبر قناتنا في الانستغرام، هنالك قناتين كريبتو موروكو وهنالك قناة أخرى سوف أريها لكم الآن، وأيضا قناتنا على الفيسبوك تريدين كريبتو أرابيا. فهذه كل قنوات نقدم فيها فيديوهات وشروحات ونصائح في هذا المجال. وشعارنا الدائم كل شيء مجانا، فقط يكفي أن تشاهد الفيديو وتستفيد وتطور نفسك. كما لكي نكمل الفيديوهات، دقيقة لكي أظهر لكم قناتنا في الانستغرام. فهذه قناتنا في الانستغرام، تقريبا 2789 متابع. نقوم بشروحات، نقوم بنصائح في فيديوهات يطلبون مني أن أدخل إلى الانستغرام. مهم غير مهم، فقط ادخلوا إلى القناة وسوف تجدون كل ما هو مفيد وبشكل مجاني. نكمل الفيديو على بركة الله. فيديو اليوم سوف نشرح لكم اتجاه السوق وطريقة فهم تغير منح السوق. فكما تشاهدون، فتحليل الأول للسوق، فكما تشاهدون السوق قام بارتفاع تقريبا من 11,074 إلى 11,031، يعني تقريبا 50 نقطة. نتوقع أن يصل لهنا وننتظر ردة الفعل. فأمام هذه المرحلة فهناك ردة فعل ننتظرها جد مهمة. فإذا قام بكسر هذه القمة، وهي أعلى قمة لهذا اليوم وهي قمة آسيا، افتتاح السوق الآسيوي، فإذا قام بكسرها فنتوقع أن السوق سوف يغير اتجاهه، وهذا ما سنشرحه لكم. فلفهم اتجاه السوق فيكفي الرجوع ليومين السابقين. فكما تشاهدون، السوق خلال يوم 18 أكتوبر، يعني قبل يومين من الآن، يعني يوم الثلاثاء. فكما تشاهدون يوم الثلاثاء،
فإن القرار بتكوين قمم عالية، فكان اتجاه السوق منذ الصباح منذ افتتاح السوق الآسيوي، فكان المشاهدون عرف اتجاه صاعد، قام باتجاه صاعد اتجاه صاعد، ثم وضع لنا قمة عالية في حدود 11360، وقمة سفلية في حدود 11230، ثم انطلق فقام بكسر القمة العليا ففتح لنا قمة أخرى. متى يتغير السوق؟ لكي تفهمون تغير السوق وتغير اتجاه السوق، لكي لا نطلع عليكم الفيديو سوف نقوم بشرح بسيط لتغير اتجاه السوق، ثم بعد ذلك سوف نقوم الفيديوهات لكي يتضح لكم كافة الأمور. فالسوق عندما بدأ منذ يوم الاثنين، فكما تشاهدون أوضح لنا أنه يرغب في الصعود، فكما تشاهدون انظروا لاتجاه السوق. فأنا فأحلل فقط في 5 دقائق، ولكن لو كنت أحلل بالساعة سوف يتضح لكم أمور بشكل أوضح. فكما تشاهدون فإن السوق بدأ في الصعود والصعود، ثم ماذا يفعل السوق؟ يفتح لنا قمم أو يظهر لنا قمم، فهذه القمة نجعلها كمرجع لنا لكي نكمل فهم السوق. عندما فتح لنا هذه القمة وقام بكسرها، يعني ننتظر أن السوق سوف يكمل اتجاهه الصاعد، ثم ماذا فعل؟ قام بفتح قمة أخرى، وماذا؟ قام بعملية التصحيح هنا. عندما يقوم بعملية التصحيح فيترك لنا قاع، هذا القاع نجعله كمرجع لفهم أن السوق قد عندما يرغب في تغيير اتجاهه يجب أن يكسر القاع الذي وضعه قبل استكمال عملية صعودي. فكما تشاهدون وضع لنا هنا قمة، هذا ما نريد أن نوضحه لكم. فهذا شرح بسيط ولكن يوضح لك تغير اتجاه السوق. متى تعرف يا أخي المشاهد أن السوق سوف يغير اتجاهه؟ فكما تشاهدون منذ تقريبا 3 أيام وهو يوضح لنا ماذا؟ أنه يرغب في الصعود، يصعد يصعد يصعد، ثم قمة ثم تصحيح ثم قمة. متى نعرف أن السوق يرغب في تغيير اتجاه؟ هو عندما يكسر لنا القاع الخاص بآخر قمة. فكما تشاهدون كانت هذه آخر قمة، القاع الخاص بها، ثم صعد، ثم ماذا فعل؟ قام بكسر القاع الخاص بها، فحاول التصحيح مجددا، ولكن انظروا، فهذه قمة في هذا قاع آخر فيقوم بكسره. عندما قام بكسره فهنا يوضح لنا أن السوق متجه لتغيير مساره، فور كسر القاع الخاص بآخر قمة. لكي أعيد لكم أمور بشكل بسيط، فكما تشاهدون هنا قمة السوق كما حللناه، يعني واتضح لنا أنه يومين وهو متجه نحو الصعود، فقام بتكوين قمة. ماذا قام؟ بالتصحيح، ثم قمة أخرى. ماذا ننتظر هنا؟ ننتظر أن نرى القاع الخاص بهذه القمة. المتوقع أنه لن يكسر القاع الذي يسبق القمة الأخرى، يعني عندما قام بقمة فكان من الأجدر لاستكمال طريقه للصعود أن يقوم بعملية التصحيح فقط في هذه المسافة، يعني في حدود القمة السفلية، يعني في القمة التي سبقتها، ثم يكمل عملية الصعود. أما إذا قام بكسر القاع الخاص بالقمة السابقة فبدأ يوضح لنا أن عملية التدفق، عملية البيع هي من تحكم في السوق. ففور كسر القاع الخاص بالقمة السابقة ماذا فعل؟ تمت عملية القيام والصعود بالسوق ومحاولة استكمال صعوده، ولكن فور كسره لهذه القاع فالسوق أوضح لنا أنه سوف يتجه في اتجاه هابط ويغير مساره كما تشاهدون. فعلا السوق بدأ في تغيير مساره واتجاه الهبوط، والهبوط كما تشاهدون الهبوط ثم وصل إلى هنا. الآن كيف نعرف أن السوق يرغب في تغيير مساره؟ فكما قلت أن في اتجاه الصاعد ننظر للقاع الذي يسبق القمة السابقة، أما في اتجاه الهابط ننظر للقمة السابقة. فكما تشاهدون فهنا قمة قمة قمة، عندما يغير السوق ويرغب في تغيير مساره فننتظر أن يكسر لنا هذه القمة. إذا لم يكسرها ورجع إلى هنا تقريبا، فمعنى ذلك أن السوق هذا تحليل مباشر للسوق، فمعنى ذلك أن السوق سوف يتجه في اتجاه هابط ويقوم بهبوطه. أما إذا استطاع كسر هذه القمة وهي قمة اليوم قمة آسيا، فسوف نتوقع أن السوق سوف يستمر في الصعود والصعود، ولكن قد يغير مساره الأخبار، إن الأخبار هي من تحكم في السوق، واليوم هنالك أخبار جد مهمة حول معدل البطالة ومعدل التضخم. لهذا أن فهم السوق في يوم الأخبار هو من الصعب، ولكن
تحليل عام في إذا لم تكن أي أخبار، هو كانت الأخبار عادية، فإن الصقر استطاع كسر هذه القمة. ننتظر صعود قوي وقوي جدا.